السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1986 بدأنا نفكر أننا نعمل جولات ورحلات داخل بريطانيا، خاصة أثناء شهر رمضان المبارك. كل ده كان من أجل أفريقيا، وكان لسه المشاكل الأخرى لم تواجهنا في هذا الوقت. فكانت الفكرة إيه هي؟ كانت الفكرة أننا نعمل عربة فيها المنشورات وفيها الصور وفيها معارض الإغاثة الإسلامية في ذلك الوقت، وعلشان تلف بريطانيا كل يوم في شهر رمضان من مدينة إلى مدينة ومن مسجد إلى مسجد ومن محافظة إلى محافظة، تستمر الرحلة الرمضانية، تطلع من برمنغهام في يوم 29-30 شعبان أو 1 رمضان، وترجع تاني يوم اللي هو 28 رمضان بعد ليلة القدر إن شاء الله. وكان الجمال في هذه الرحلة إنها بتعرض أهداف وخطط وإنجازات المؤسسة الصغيرة اللي ما أصبحتش مؤسسة ولم تسجل بعد، وإنجازاتها هنا وهناك، وتعرف الناس ببعض الأشياء اللي كنا بنعملها في ذلك الوقت من إرسال معونات وعمل مشروع الفراخ، مزرعة فراخ في خشم القربة إلى آخره، والالتقاء بالجماهير. وأهم شيء في الموضوع ده أن تعرف الجماهير من أنت وتلتقي بهم في منتهى الثقة وفي منتهى يعني عدم الخوف والشفافية، ويروك ويسمعوك، لأنه كان الوقت ده ما فيش حاجة اسمها عمل خيري دولي، كان كله على مستوى المساجد في داخل بريطانيا زي ما انا قلت قبل كده هو. لكن كان الناس بيتقبلوها تقبل جميل جدا جدا، خاصة انهم بيلاقونا لما يلاقوا واحد زي حالاتي انا، او واحد زي فادي اسكندراني، او واحد زي بسطام الاخر اللي كان بيسوق لنا العربية، او واحد اخرين بيزوروهم وهم اغلبهم ما هماش اسيويين زيهم. ولما كانوا بيلاقوا ان في واحد الناس دول اطباء وبيعملوا دكتوراه في الجامعة، فكان الجالية بترحب بنا ترحيب غير عادي. وكنا طبعا بننام في المساجد، وناكل أكل بتاع الإمام، وناكل أكل بتاع المصلين إلى آخره، ونقول الكلام البيان بتاع مسمين بيان اللي هو النداء بتاعنا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وبعد التراويح. وساعات كنا بنروح نتكلم في أكتر من مسجد في نفس الليلة، وساعات كنا بنعدي برضك في الصباح أو بعد صلاة الظهر أو صلاة العصر في مساجد أخرى نوزع فيها الأوراق. وبعدين كنا أيضا بنوزع فيها اللي هو الأوراق على الدكاكين وعلى المحلات وعلى المساجد الأخرى. أجمل شيء في الرحلة دي هي التضحية اللي كانت بتقوم بها زوجتنا. زوجتنا كانوا هو أولادنا اللي ما كانوش بيشوفونا من أول شهر رمضان إلى أن ينتهي هذا الشهر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت الأموال اللي احنا مجمعة في ذلك الوقت أموال بسيطة جدا جدا جدا، لكن أهم حاجة كنا بنتكلم فيها مع المجتمع المسلم في مدن مختلفة وقرى مختلفة ومساجد مختلفة وخلفيات فقهية مختلفة للمسلمين هناك، إن هو نحن كانوا بيشوفونا وبيسمعونا ويسألونا الأسئلة الصعبة. فهكذا تعلمنا أن نكون على مستوى عالي من الشفافية حتى منذ أن بدأنا العمل في عام 1984 و85 و86. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.